طارق حول شباب معكم شركية وشركة كي جاركم فيديو جديد. طيب شباب هاي الحلقة الثالثة من سلسلة الأخبار. حاسك الفيديو بقول الحلقة الرابعة الخامسة بعد سنة الحلقة 400. لا خلاص هي آخر مرة بقول على رقم الحلقة. بس حاب أشكركم على الدعم على آخر حلقتين الأولى والثانية صراحة. بس فكرت إني أغير وأبدأ بهالشيء الجديد خفت ما تتقبلوه بس من الدعم على آخر حلقتين صراحة يعني ريحتوني الصراحة. قبل ابدا الفيديو اتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك. اتمنى نوصل 3000 لايك نفس ما سوينا مع الحلقه الاولى وتشتركوا بالقناه وتشيكوا قناه الزومبي اللي راح اكمل عليها محتوى الزومبي اللي متعودين عليه موجوده فوق على اليمين او على اليسار. وابي اسالكم سؤالين بشكل جدا سريع. اول شيء تبوا الخلفيه وراي يكون ضوء معتم نفس اول جزئين ولا الضوء مثل هيك؟ شيء ما يفرق مره بس يعني اتمنى اشوف شو رايكم شوف شو اللي يعجبكم. وثاني شيء هل بدكم موسيقى بالخلفيه هي اللي انا حاطها ولا بدون اي موسيقى بالخلفيه ولا احط ادور موسيقى تناسب الفيديو اكثر؟ اتمنى تفيدوني بالكومنت. لسه قاعدين نبدا بالسلسله مع بعض فابي اخذ ارائكم لنطور منها. فاي قبل ابدا كمان فيديو اليوم راح يكون معظمه اخبار افلام مسلسلات والعاب لان في كثير اشياء طلعت. راح يكون في اول خبر ما له علاقه بهالكلام بعدين اخبار كلها عن افلام مسلسلات والالعاب. فيلا خلينا نبدا. اوكي اول خبر عنا اليوم صار بمدينه ازوري الامريكيه. كان في 3 شرطه مجتمعين ببيت واحد منهم وكان وقت 12 بعد منتصف الليل يعني كان وقت جدا متاخر تقريبا على الفجر. فالمهم 2 هالشرطه كان بوقت الشغل تبعهم مفروض يكونوا بالشغل عم يدوروا يشوفوا في اي مشاكل بس لا كانوا سهرانين ببيت واحد منهم وشرطيه منهم كانت انه برا وقت الشغل يعني كانت معطله وقاعده بالبيت. فالمهم شرط واحد من هالشرطيين الاثنين قتل هالشرطية وصارت جريمة قتل. بس اجوا الشرطة وحققوا وعملوا كل شيء طلع القتل غير متعمد طلع القتل كله عن طريق لعبة راشن روليت. اللي ما يعرف لعبة راشن روليت هي ما فينا نسميها لعبة بس هي لعبة اللي هو يجيبوا مسدس الريفولفر يحطوا فيه طلقة واحدة بس وبعدين يقعدوا مثلا 4 أشخاص تصير نشوفها كثير بالأفلام تصير بين العصابات أو شيء من الكلام فيحطوا مسدس بينهم المسدس فيه طلقة واحدة فياخذ واحد المسدس يحطه في تمه ويطخ. عندك احتمال 1 من 5 انه تكون الطلقة موجودة بهالخزان وتموت فيطخ اذا ما مات يروح على الشخص الثاني ياخذ المسدس ويطخ يروح على الشخص الثالث لحد ما واحد منهم فعلا يطخ ويموت. فكانوا عم بيلعبوا هاللعبة الشرطة هدول مو عصابات الشرطة. فاللعبة كيف كانت؟ مو كان واحد يحط مسدس على راسه او تمه ويطخ نفسه لا كان اول شيء الشرطية اللي ماتت والشرطي عم بيلعبوها والشرطي الثالث هو اللي حكى هالقصة ما كان عم بيلعب معهم كان عم بيتفرج عليهم. فاجا هذا الشرطي اخذ وجهها على الشرطية اللي اسمها كاتلين طخ ما طخ بعدين عطى المسدس للشرطية اخذته طخت عليه ما طخ رجعت للمسدس طخ عليها وطخ المسدس واجت طلقة بجسمها يعني وتوفت. طبعا الشرطي هاد اول ما بلشوا يلعبوا هاللعبة قال انه شو هالجنون اللي عم تسووه وما راح اشارك معكم بهالشيء وراح هذا الشخص الثالث اللي معهم. فهو عم يغادر مجرد ما وصل على الباب سمع صوت الطخ ورجع ولقى هذيك الشرطية على الارض ميتة حكى مع الاسعاف حكى مع الشرطة اجوا كلهم وصارت تحقيقات وشي من الكلام وتم القبض على هذا الشرطي. بس للحين ما حطوا انه ما حكموا عليه حكم لانه يعني فهمتوا علي كان الوضع انه لعبة مو قتل متعمد او شيء من هالكلام. فالناس كلهم معصبين انه لو كان ناس بعصابات او كان ناس من صاحبين البشرة السوداء بامريكا كانوا على طول حكموا عليهم 50 سنة حبس او شيء من الكلام. بس لانهم شرطة وجريمة قتل ويعني شبه متعمدة وللحين ما حطيتوا اي حكم عليهم. قال الشرطة انه نحن حاليا عم نعمل فحوصات للدم مشان نشوف هل كانوا سكرانين او لا. اظن لو كانوا سكرانين راح تخف الحكم شوي او يزيد ما ادري الصراحة. فالمهم اهل الشرطية هي حطوا محامي يلاحق القصة وعم بيحكوا انه القصة هي كذب بانه هذا الشخص الثالث اللي عم يحكي القصة هي حكى هالقصة او اخترع هالقصة عشان يخفف الحكم على صاحبه لانه هم حكوا مستحيل بنتهم الشرطية هي تلعب لعبة مجرمين بهالشيء. فحاليا قاعدين يحققوا مع هالقصة والشرطي حاليا بالاحتجاز لبين ما يصدر الحكم عليه. اوكي حاليا نروح لسلسلة اخبار مسلسلات افلام والعاب. عنا كتير اخبار لانه صار شيء بامريكا امس اللي هو اسمه السوبر بول. سوبر بول اللي ما يدري هو نفس كأس العالم لأمريكا. الأمريكيين ما يهتموا لكرة القدم اللي العرب يهتموا لها والأوروبيين يهتموا لها لا الأمريكيين يهتموا بكرة الإيد وعندهم شيء يصير كل سنة اسمه السوبر بول. هذا الشيء نفس كأس العالم بس الأمريكيين بس يهتموا له والفرق كلها فرق أمريكية. فعادة بالسوبر بول هاد شركات كلهم يحطوا كل شيء إعلانات عندهم إياها لأنه راح يعرفوا عدد جدا كبير راح يشوفها. فمن الإعلانات هي
في اعلان جديد لجيم اوف ثرونز، بس لا تتحمسوا بشكل جدا كبير لان الاعلان ما فيه اي شيء جديد. كان الاعلان عباره عن دعايه لمشروب كحولي او شيء من الكلام، فاي الاعلان ما فيه اي شيء جديد. بس لو بدكم شيء جديد لجيم اوف ثرون، في مقابله مع الممثل اللي سوى دور سام، قاعد يتكلم شوي عن الاحداث وقاعد يلمح لاشياء جايه بالمستقبل. فاي هل روابط راح تكون موجوده بالوصف لكل الاشياء. وعسيده جيم اوف ثرون زوجة الممثل اللي يسوي دور جون سنو اللي اسمه أظن كيت، نسيت اسمه الثاني. المهم زوجته هي نفسها حبيبته اللي كانت بالمسلسل يلي حرق، اللي ما شاف جيم اوف ثرون، اللي ماتت بالجزء الرابع أو الثالث. المهم اللي اسمها إيغريت، تذكرت اسمها، كان اسمها إيغريت، فهي زوجته بالحقيقة للممثل. فالمهم زوجته تخانقت معه وما تكلمت معه لمدة 3 أيام لأنه حرق عليها الجزء القادم. إيه هو لاعب الدور يعرف كل شيء راح يصير، فبالغلط حرق عليها النهاية وتخانقت معه. وهو هالشيء قال، هو الممثل نفسه قال هالكلام كله بمقابلة أو بودكاست سواه مع قناة بي بي سي. فإيه صراحة لو كنت مكانها راح أعصب الصراحة، موني أكون مكانها زوجته، بس يعني لو انحرق علي يعني. فإيه غير هيك في إعلان جديد لأفنجرز إند جيم، إعلان جدا بسيط مدته تقريبا 35 ثانية، بس الإعلان بورجيك العالم بعد ما ثانوس حرق، بعد ما ثانوس مسح الحياة بنص الكون وقتل نص الكائنات الحية بالكون. فقاعد نشوف أمريكا كيف الملاعب كلها فاضية، المدن شبه مهجورة، أنه فعليا نص كوكب الأرض مات. فأي صراحة الإعلان جدا جدا رهيب. وأحلى لقطة بالإعلان لما ورجونا أنه آيرون مان ونابيلا قاعدين بالطيارة عم بيحاولوا يصنعوا شيء. الناس قالوا رح يسوي آيرون مان نفس اللي سواه بالجزء الأول لما كان محبوس عند الإرهابيين وما عنده أي شيء، قاعد يجمع أي قطع عنده إياها وسوى الأرمور الأول بالأول شيء اللي عنده إياه وقدر يهرب فيه. فنفس الشيء قاعد يسوي حاليا، هو بالفضاء ما عنده أي شيء، قاعد يجمع أي شيء عنده إياه ليبني أرمور جديد يهرب منه، إنه هو شخصية آيرون مان أو توني ستارك ذكي وفينه يعمل أي شيء من ولا شيء. فأتمنى تكون هاللقطة فعليا هالشيء اللي قاعد يسويه. أوكي من أفنجرز من مارفل نروح لدي سي، في إعلان جديد لفيلم هارلي كوين. اللي ما يعرف شخصية هارلي كوين هي حبيبة الجوكر، كانت موجودة بفيلم سوسايد سكواد. فاسم الفيلم بيردز أوف براي أو عصافير الفريسة أو فريسة العصافير شيء من الكلام. فالمهم الشخصية هارلي كوين نفس الممثل اللي سوت الدور كانت موجودة بفيلم سوسايد سكواد، والفيلم كان جدا فاشل. فمتمنى هالفيلم ما يكون فاشل بالنسبة لها. وأحلى شيء إنه الشخصية بالفيلم حاطة وشم مكتوب عليه اسم شخصية الجوكر اللي كان موجود بفيلم سوسايد سكواد وعليه إكس أو مشطوب، فإنه قاعدين يلمحوا الشركة إنه خلاص هداك الجوكر ما عاد له دور أو تخلصوا منه، ما راح يكمل بأفلام دي سي لأنه الناس كرهوا هداك الجوكر، كرهوا الممثل اللي يلعب الجوكر، كلهم قاعدين يحكوا إنه قاعدين يقارنوه مع الجوكر الأساسي اللي سوى أفلام دارك نايت، إنه هداك جوكر وهاد جوكر، يعني الناس كرهوا بالمختصر. وإنه حاليا دي سي هالسنة عندهم فيلم كامل عن شخصية الجوكر وراح يسوي دوره شخصية جديدة كليا، والناس متقبلين هالشخصية أو ممثل جديد. فإنه قاعدين يلمحوا نتخلص من جوكر القديم وفي جوكر جديد. أوكي بأخبار الألعاب، في لعبة طلعت باتل رويال من لا مكان، ما حد كان داري عنها إلا ناس من 3-4 أيام قاعدين يحطوا فيديوهات توقع، اللي هي لعبة تايتون فول باتل رويال مجانية بشكل كامل نفس فورتنايت. فإنك الحين تروحوا تحملوها على البلاي ستيشن إكس بوكس أو البي سي مجانية، ما في شيء تدفعه لتجيب اللعبة، ما تحتاج بلس على ما أظن، بس تشتري أشياء جوا اللعبة نفس فورتنايت. فأي شيء حلو نشوف ألعاب مجانية. وعصيرة فورتنايت صار حدث او ايفنت لمارشميلو، اللي ما يعرف مارشميلو دي جي جدا مشهور. فالحدث انه مارشميلو كان موجود جوا اللعبة وبوقت معين تسوى مثل حفلة وكل الناس يعني كل الأقيام اجتمعوا بهالمكان وصاروا يرقصوا مع مارشميلو وشي من الكلام. كان حدث جدا جدا ضخم، يعني شيء كان ما يتصدق، يعني كانك قاعد تحضر حفلة بالحقيقة وانت قاعد تلعب من وراء البلاي ستيشن. فالمهم الحدثات حضروا فوق 10 ملايين شخص ونزلوا سكن لمارشميلو. الحين وين المشكلة بالموضوع؟ المشكلة انه معظم الناس واليوتيوبر والناس مشهورين على تويتش قاعدين يقولوا انه المفروض كان الشركة تسوي سكن لنينجا مو سكن لمارشميلو. نينجا مع انه معظم الناس اللي حكوا انه اللعبة لازم تسوي سكن لنينجا يكرهوا نينجا، بس قالوا نحن ما نحب نينجا، بس نينجا
إله دور بشهرة فورتنايت. يعني فورتنايت راح تنشهر بدون أو مع نينجا، بس نينجا كان إله دور جدا جدا مهم بأنه اللعبة تنتشر، لأنه كان لعيب وإله مقاطع خرافية وتنتشر بين الناس، فلما تنتشر المقاطع يحمس الناس لعب أكثر ويبعثوا المقاطع لأصحابهم. يعني المهم نينجا إله دور بشهر اللعبة. شركة من زمان وعدت نينجا أو لمحت إنه رح يسوي سكين لنينجا، بعدين سحبوا حاليا، بس إجا دي جي مشهور حكى إنه قاعد يحب اللعبة، الشركة حكوا له تعال مسوي لك سكين خاص فيك وإيفنت خاص فيك. طيب ونينجا اللي صار له يلعب اللعبة تبعكم من فترة من أول الناس بسبب شهران اللعبة ساحبين عليه، فأي هذا الكلام قالوه ناس كتير وقالوه كتير يوتيوبر وريمرز مشاهير، نفس الواحد مشهور على تويتش اسمه دكتور ديسرسبكت، هذا تقريبا ثالث أشهر واحد على تويتش قال إنه بكل صراحة لازم يسوي سكين لنينجا قبل يعمل سكن لدي جي مشهور، وعملوا السكن لهالدي جي فقط لانه حكى انه يحب اللعبه. ونينجا صار له فتره جدا طويله يلعب لعبتكم وعنده مشاهدات بالملايين. اوكي، واخر خبر عنا اليوم، في اعلان جديد لفيلم. الفيلم هذا بيحكي قصه اشهر القتلة المجرمين بتاريخ امريكا، القاتل هذا اسمه تيد باندي. طبعا هذا القاتل قتل فوق 30 شخص وكل اللي قتلهم كانوا نساء. كان اسلوبه انه نوعا ما يعرف يتكلم مع النساء، يعرف يغريهم، فكان دائما يتكلم مع النساء يغريهم يجيبه عنده على البيت وبعدين بس يصيروا عنده يقتلهم. بكل بساطة هاي قصة المجرم هاد. فنزلوا اعلان جديد لفيلم عن قصة حياة المجرم هاد، واللي سوى دوره الممثل زاك افرون. طيب وين المشكلة؟ المشكلة انه الاعلان مطلعين القاتل هاد كشخص يعني كشخص كويس، شخص قاعد يتكلم مع النساء وينكت ويسولف او شيء من هالكلام، فالناس قاعدين يشتكوا انه مطلعين واحد قاتل مطلعينه بهالاسلوب اللي كويس، وانه ايه وشيء فله يكون واحد قاتل او شيء من هالكلام. فاي هاي كان الناس النقطه اللي منزعجين فيها معظم الناس. راح رد مخرج الفيلم قال هو فعليا القاتل تيد باندي كان هيك اسلوبه، كان اسلوبه برا انه جدا عفوي ويسولف وينكت ويعني يخلي عنده اسلوب يخلي النساء تحبه، فبس النساء يحبوه وياخده معه على البيت بعدها يطلع على وحشيته ويقتلهم. ففعليا هذا كان اسلوبه، فنحن قاعدين نطلع اسلوبه الحقيقي بالفيلم، واسلوبه هذا اخذناه من اصدقاء لهالقاتل او ناس كانوا يعرفوه، ما يعرفوا انه قاتل بس يعرفوه كيف كان، انه انسان طبيعي من برا بس من جوا فعلا هو متوحش وقاتل. فاي هل انتم مع او ضد هالشيء؟ انا صراحه ما يحطوا دوره هيك، لانه هذا فعليا قاعدين يحكوا قصة القاتل، هو فعليا كان وسيم ويعرف يتكلم مع النساء وينكت وهيك، وبس يجوا عبيته يطلع على حقيقته ويقتلهم، ولا غير هيك ما كان قدر انه يغري فوق 30 واحدة وبعدين يقتلهم لو ما كان اسلوبه كويس، لو كان من برا متوحش انه هلا بيت كان ما حد راح يجي معاه. فاي اتمنى تفيدونا بالكومنت، ويا شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت اراكم على الاخبار، وبس كان معكم شركية وشركة كلاشكم دي هات تاني ان شاء الله، مع السلامة.